ذكر الجانب من خطبة الشام، ونذكر الجانب الثاني في الكوفة. في الكوفة ابن زياد كان أكثر قساوة من يزيد، بل أكثر قساوة من الشمر، كثير كان قاسي. الإمام الباقر عليه السلام في زيارة عاشوراء يلعن ابن مرجانه، ابن زياد وابن مرجانه، هو نفسه يلعن ويلعن أمه وأبوه، خبيث لعين ابن زياد. هذا أمر 10,000 رجل مسلح لحفظ النظام بالكوفة. لما أدخلوا الأسرى بنات رسول الله، وهذول الأطفال الصغار، الطفل ما يعرف لغة الكبار، كان قد أثر عليهم الجوع والعطش، فبعض الناس جاءوا بالخبز والتمر أعطوا للأطفال، أطفال بس خلوا هذا الطعام في فمهم. وإذا بسيدتي أم كلثوم سلام الله عليها صاحت، قالت: يا أهل الكوفة، الصدقة حرام علينا آل محمد. ثم مدت يدها وأخرجت الخبز والتمر من شفاه هذول الأطفال وألقت بوجوههم، فبكوا. عرفوا هذول آل بيت رسول الله، هذول نساء رسول الله. هنا السيدة زينب سلام الله عليها من فوق المحمل، إجماع المؤرخين إخواني، فأشارت إليهم أن اسكتوا. أولا في الفضاء المفتوح صعب واحد يوصل صوته للآخري، ممكن هنا أنا فضاء ومسكر أنا أصيح واحد يسمعني لأن سقفك على رأسنا، ولكن في الفضاء المفتوح الصوت ما يوصل. كيف أوصلت صوتها سيدتنا للكل؟ احنا موردين عندنا، لعلمكم، واحد في كربلاء يوم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام لما جاء يخطب أخذوا يضجون غوغاء حتى الإمام لا يسمع صوت أحد، فالإمام عليه السلام قال لهم: ما لكم لا تسكتون، اسمعوا ماذا أقول. ما سمعوا الإمام عليه السلام بالولاية التكوينية، فأشار إليهم أن اسكتوا، وإذا الأنفاس سكتت، سكوت كامل. الإمام عليه السلام من باب إتمام الحجة أوصل صوته إلى آخر نفر من جند بن زياد ومن جند عمر بن سعد في كربلاء. المورد الثاني هنا أنا بالشام، بشير ابن خذيمة يقول: أنا ورأيت إلى زينب بنت علي عليه السلام، فلم أرى والله خفرة أنطق منها. هاي القديسة الطاهرة عندها نطق، مع ما هي أسيرة كأنها تفرغ عن لسان أبيها علي بن أبي طالب عليه السلام ضوضاء، فضاء مفتوح، المسلحين، الشرطة، الناس مجتمعين، فأشارت فأومأت إليهم أن اسكتوا. بمجرد أن أومأت، هذا من كرامات السيدة زينب، تصرفت فيهم تصرف تكويني، فارتدت الأنفاس. لما الواحد حتى صوت نفسه ما يطلع، سكوت. الأعجب يقول: وهدأت الأجراس، لأن الحيوانات يخلون، شايفين البغال، الحمير، البعران، يخلون في الجرس في رقبة الحيوان حتى لما يمشي يعرف السايس أن هذا دا يمشي إلى صوت. الحيوانات هم بإذن الله كلها هدأت، يعني حتى رقابها بعد ما تتحرك، سكوت. هنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها خطبت تلك الخطبة البليغة، يبكون متأثرين، فخطبت فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أبي رسول الله، أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والخذل، أتبكون؟ فلا هدأت الرنة ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم
ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والصدر الشنف وملك الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دبنه أو كفضة على ملحوده ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون أخي وتنتحبون إي والله فابكوا فإنكم أحرى بالبكاء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها وشنآنها ولن ترحضوها بغسل أبدا وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وموضع الرسالة وملاذي خيرتكم ومدره سنتكم وسيد شباب أهل الجنة ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم فتعسا تعسا وبؤسا بؤسا فلقد خابت الأيدي وخسر الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي حرمة له انتهكتم وأي كريمة له أبرزتم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتهد الجبال هدا ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم لقد جئتم بها شوهاء فقماء عنقاء فقماء كملاء الأرض هو كملاء الأرض وملاء السماء لقد جئتم شيئا إدا هم فلا يستخفنكم المهل فإنه عز وجل لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار كلا وإن ربكم لبالمرصاد وإذا بإمامنا زين العابدين سلام الله عليه قال لها عمتي أسكتي فإن في الماضي من فإن في الباقي من الماضي اعتبار وأنت بحمد الله عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة إن البكاء والنحيب لا يردان من قد أباده الدهر فنظرت زينب وإذا الناس يشيرون إلى شيء كالهلال ليلة أول الشهر فلما نظرت وإذا برأس الحسين عليه السلام على رمح طويل لم تكن تراه منذ 3 أيام لما أخبروا اللعين بن زياد قالوا له إن زينب بنت علي قلبت الكوفة عليك قال أسكتوها قالوا وكيف نسكتها قال احملوا إليها رأس أخيها أبي عبد الله فلما نظرت سيدتنا إلى ذلك الرأس الشريف يقول الراوي نطحت جبينها بمقدم المحمل وجرى الدم من تحت القناع وصاح يا هلال يا
لما ستتم كما غاله خسفه فبدا غروبا يا رتل رمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلا حيا يزه هلالا يا هلالا لما استتيم كمالا غاله خيس فه فابدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا وإذا بسيدتنا زينب سمعت صوت بكاء من ابنة الحسين نظرت إليها وهي تقول أبكلمني قبل أن ينصدع قلبي قالت أخي أي فاطمة الصغيرة تكلمها أي فقد كاد قلبها أن يذوب يا شيال راس حسين دن يرد البناتي ودعن يرد البناتي يا دعينا يا طارش يا الحدر تعن قل له يا ابو الشيب الهضم يا قل له يا ابو الشيب فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذايا أجفانا يا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى يا دفن قتلانا إنا لله وإنا إليه راجعون.